الدرس الأول، ضرب عدد عشري في عدد صحيح. نشاط واحد، بمناسبة الاحتفال بيوم الأم تم تزيين غرفة الصف بأشرطة ورقية. لون سائد شريطا باللون الأخضر، ولون محمد شريطا باللون الأزرق، ولون سعيد شريطا باللون الأحمر كما في الشكل المجاور. ما لونه كل واحد منهم على صورة كسر عادي على الترتيب يساوي 6 على 10 6 على 10 6 على 10، ويكتب على صورة كسر عشري 6 من 10 6 من 10 6 من 10. مجموع ما لونه الثلاثة على صورة عدد عشري يساوي 6 من 10 زائد 6 من 10 زائد 6 من 10 يساوي 1.8 شريطا، وتكتب كحاصل ضرب 6 من 10 ضرب 3 يساوي 1.8 شريطا. نشاط 2، توزع ولاء نبات النعناع على محلات قريتها، ولزيادة الطلب زرعت حوضا جديدا قاعدته على شكل مربع طوله 7.32 متر، تريد حمايته بسياج ما طول السياج اللازم. طول السياج يساوي طول الضلع زائد طول الضلع زائد طول الضلع زائد طول الضلع يساوي 7.32 من 100 زائد 7.32 من 100 زائد 7.32 من 100 زائد 7.32 من 100 يساوي 29.28 من 100 متر. وأيضا طول السياج يساوي 4 ضرب طول الضلع يساوي 4 ضرب 7.32 من 100 يساوي 29.28 من 100 متر. ماذا تلاحظ؟ أن عدد الأجزاء العشرية في العددين المضروبين مساوي لعدد الأجزاء العشرية في الناتج. أناقش ما العلاقة بين ناتج جمع أطوال الأضلاع وناتج 4 ضرب 7.32 من 100. أتعلم لضرب عدد عشري في عدد صحيح نضرب العددين كما في الأعداد الصحيحة، ثم نضع الفاصلة العشرية بحيث يكون عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب مساويا لعدد المنازل العشرية في العدد العشري. نشاط 3، أضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب ليصبح الناتج صحيحا. ألف 3.7 ضرب 4 يساوي 14.8. لماذا؟ لأن عدد الأجزاء العشرية في 3.7 هو جزء عشري واحد. ب 6.92 من 100 ضرب 2 يساوي 13.84 من 100. جيم 7.264 من 1000 ضرب 3 يساوي 21.792 من 1000. نشاط 4، أضع ناتج ما يأتي وأتحقق باستخدام الآلة الحاسبة. ألف 2.1.3 يساوي 2.6. ب 3.2.21 يساوي 6.63 من 100. جيم 5.10.21 يساوي 51.5 من 100. دال 2.134 من 1000 ضرب 6 يساوي 12.804 من 1000. ها 3.475 من 1000 ضرب 17 يساوي 59.75 من 1000. واو 4.7.526 من 10,000 يساوي 28.2104 من 10,000. نشاط تعاوني، نشاط 5 تعاوني، تعمل سعاد في التطريز في إحدى الجمعيات الخيرية وتبيع القطعة الصغيرة بمبلغ 5 من 10 دينار والقطعة الكبيرة بمبلغ 1.75 من 100 دينار. أكمل الفراغ في الجدول الآتي لمعرفة الثمن
10 100 1000 من القطع كل نوع من القطع كل نوع. أتعلم عند ضرب عدد عشري في 10 أو 100 أو 1000، فإننا نحرك الفاصلة في الناتج إلى اليمين عددا من المنازل مساويا لعدد الأصفار. نشاط 6، أجد الناتج فيما يأتي: ألف 8 من 10 ضرب 10 يساوي 8، ب 14 و542 من 1000 ضرب 1000 يساوي 14542، جيم 100 ضرب 5.7 من 100 يساوي 507، دال 1000 ضرب 18.68 من 100 يساوي 18680. نشاط 7، حلت حنين 6 ضرب 3.4 من 10 بطريقتين، أي الطريقتين أفضل؟ الطريقة الأولى 6 ضرب 3.4 من 10 يساوي 6 ضرب 3.4 على 10 يساوي 6 ضرب 34 على 10 يساوي 204 على 10 يساوي 20.4 من 10 كعدد عشري. الطريقة الثانية 6 ضرب 3.4 من 10 يساوي 20.4 من 10، 6 ضرب 34 نضرب الأحاد في الأحاد، نضرب 6 في الأحاد و6 ضرب العشرات، 6 ضرب 4 و6 ضرب 3 يساوي 204 يساوي 20.4 من 10 كعدد عشري. تمارين ومسائل: السؤال الأول، أحدد جمل الضرب التي ناتجها خاطئ فيما يأتي وأصححه مع ذكر السبب. ألف 7.35 من 100 ضرب 10 يساوي 735 من 1000، خطأ، يساوي 73.5 من 10. ب 100 ضرب 12.895 من 1000 يساوي 1289.5 من 10، جيم 6 ضرب 4.7 من 10 يساوي 282 من 100، خطأ، يساوي 28.2 من 10، دال 9.5 من 10 ضرب 4 يساوي 380، خطأ، يساوي 38. السؤال الثاني، أضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب ليصبح الناتج صحيحا. ألف 2.7 من 10 ضرب 3 يساوي 8.1 من 10، ب 3.76 من 100 ضرب 2 يساوي 7.52 من 100، جيم 4 ضرب 3.452 من 1000 يساوي 13.808 من 1000، دال 100 ضرب 12.568 من 1000 يساوي 1256.8 من 10، ها 1000 ضرب 16.79 من 100 يساوي 16790. السؤال الثالث، أجد الناتج: ألف 7.3 من 10 ضرب 8 يساوي 58.4 من 10، ب 3.52 من 100 ضرب 6 يساوي 21.12 من 100، جيم 9 ضرب 8.346 من 1000 يساوي 75.114 من 1000، دال 10 ضرب 18.54 من 100 يساوي 185.4 من 10، ها 600 ضرب 2.72 من 1000 يساوي 1243.2 من 10. السؤال الرابع، يتقاضى عاطف راتبا شهريا مقداره 427.8 من 10 دينار، فكم دينارا يتقاضى في السنة؟ 12 ضرب 427.8 من 10 يساوي
5133.6. أفكر. علي محاسب يعمل في إحدى المؤسسات الخاصة ويعمل في مؤسسة أخرى عملا إضافيا. أقرأ البيانات الممثلة في الجدول الآتي لحساب ما يتقاضاه علي لقاء عمله في كل من المؤسستين في أسبوع. المؤسسة الأولى أجرته في الساعة بالدينار 2.5 دينار. عدد ساعات العمل في المؤسسة 42 ساعة، ما يتقاضاه لقاء عمله في المؤسسة بالدينار 2.5 ضرب 42 يساوي 105 دينار. المؤسسة الثانية أجرته بالساعة 3.6 دينار. عدد ساعات العمل في المؤسسة 10 ساعات، ما يتقاضاه لقاء عمله في مؤسسة بالدينار 3.6 ضرب 10 يساوي 36 دينار. مجموع ما يتقاضاه علي من المؤسستين 105 زائد 36 يساوي 141 دينار.